عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة. فيديو اليوم ما نحكي لكمش على البنة اللي جيت فيها، بنة الدوخ. حبيت نعمل ميلانج بين حاجة شرقية بويسك تويكا سيدي رمضان، وبين حاجة برشا ناس ياسر تحبها اللي هي تشيز كيك. باش نشوفوا مع بعضنا اليوم وصفة تشيز كيك البقلاوة بروسيت سهلة سهلة على الاخر. نخليكم تشوفوا لزيتاب. اول حاجه باش نعملوها باش نتعدي ونحضروا الباتسا بلي. انا هنا ما حضرتهاش معاكم على خاطر سبق وحضرناها في فيديو دوم شوكولا. تو نحط لكم اللين في الباغ دانفو. خذيت مول نتاع 18 سنتيمتر، وباش نحل البات نتاعي بالقلقال. الخشن نتاع البات ما يتعديش 2 سنتيمتر، وباش نجي نحطها في المول اللي باش نستعمله. باش نحاول نطلع البات على الجنبات الكل بالطريقة هذية. وبعد ما كملت حطيت البات في المول، تويكا باش نحطها في الكونجيلاتور تبرد نص ساعة. في الوقت هذيك باش نتعدى نحضر التشيز كريم متاعي. استعملت 750 غرام ماسكاربون. ما عندكمش ماسكاربون تعوضوه بأي فخوماج بلون فخيدو إلا كويستور متوفر عندكم في تونس. 120 مليليتر من كريم فخيش ليكيد، وزوز مغارف سكر باش نركضوهم بالباهي بالباهي. وهذا هي التكستور اللي نتحصلوا عليها في الأخر. باش نكمل نزيد 50 غرام من بات البيستاش. كيف كيف بات البيستاش راهي موجوده في الغوز بيستاش، وزدت شويه اكلا دو بيستاش، هذه راهي فاكولتاتيف. وباش نقوي اللون زدت اروم دو بيستاش. باش نزيد عظمتين، اما العظم نزيدو بالكعبه بالكعبه. ونركضو. وقت اللي الكعبة الأولى متاع العظم تدخل في الخليط متاعنا، نكملو نزيدو الكعبة الثانية. خذيت زوز مغارف فارينة، ما تحطوش أكثر سينو الميلانج متاعنا يولي يابس ومش باهي. وباش نعاود نركض. في الوقت ذاك الفور متاعنا يكون مسخن على 160 درجة. جبت المول متاعي من الكونجيلاتور وباش نصب فيها الميلانج الكل. بعد ما حطيت الميلانج باش نجي نزيد الفاكهه. الفاكهه هنا انا حطيت 100 غرام، تكون اي نوع متاع فاكهه متوفر عندكم. بعد خذيت 10 اوراق من البات فيلو. البات فيلو راني خذيتها حاضره، تلقاوها عند اللي يبيعوا لزوم الحلويات. وعلى قد دوره المول متاعي باش نجي نقص البات فيلو هكا. بعد ما قصيتها لتاب هذيا لازمكم تزربوا فيها سينو البات متاعنا تشيح وتولي تتكسر. خذيت 50 غرام زبده باش نجي ندهن كل كعبه وحدها. بعد ما دهنت الكعبات الكل باش نجي نقص على شكل مثلثات. ردوا بالكم هنا كي تقصوا ما تعديوش على الاخر متاع البات، ماذا بينا تعديو كان على الوسط. العمليه هذية باش تسهل لنا قصان التشيز كيك متاعنا بعد ما يطيب. باش نجي نحطها من فوق بالكل، ونحاول ان الجلابات متاعها الكل نكبسهم على البات بغيزي هكيكا. بعد ما تطيب ما تخليناش البات متاع الفيلو متاعنا تطير. خذيت 50 غرام زبدة وذوبتها وحطيت فوق البات فيلو، وباش ندخلها تطيب ساعة ونص على 160 درجة. بعد ما طابت البات متاعنا وشفتوا لونها كيفاش جا مزيان، باش نجي نسقيها بالشحور. بالنسبه للشحور خذيت كاس سكر عليه زوز كيسان ماء وعصره قارص، وطيبتهم لمده نص ساعه.
بيان سور باش تحطوا الشحور لازم الجاتو متاعنا يكون سخون، الشحور يكون بارد، والعكس بالعكس. وما نقصوهاش ونخليوها ليلة كاملة تبرد في الفريجيدير باش نبعد في القصان تجينا مزيانة. رسيتنا اليوم وفات، وإن شاء الله تكون رسيت خفيفة كما العادة ومفهومة. وكان عندكم أي كيستيون ما تكستيوش باش تكتبولي وأنا أتو نجاوبكم. نستنى تشجيعكم كما العادة باللي جيم واللي كومنتير، وبرتجيو الفيديو كان عجبكم. ونتلقاو إن شاء الله في رسيت جديدة.